السلام عليكم طلاب. في هذا الفيديو راح اشرح ماده قواعد البيانات العملي، وراح نبدي بشرح ماده الكورس الثاني. مثل ما تلاحظون قدامنا هاي ريليشن شيب بين ذني الجداول الثلاثه، واللي هو جدول الاس السبلايرز، وجدول البي اللي هو البارتس، وجدول الاس بي اللي هو جدول الشيبمنت. ذني الجداول ماخذيها احنا من الكورس الاول وكلها مشتغلين عليها. هسه راح نشتغل عليها مجموعه من الكويريات المختلفه ومجموعه من الاعازات. راح نروح هسه هنا على كرييت، ونروح على كويري ديزاين. ها هي كويري ديزاين. راح نكتب انسد هاي، ونروح هنا على اس كيو ال، ندوس عليها فحيطلع لي هذا اعاز سلكت. دائما كان يطلع عندنا هذا اعاز سلكت، هسه راح نستعمله. اعاز سلكت يستعمل للبحث، حيث نقدر نستعمله بالبحث عن حقل واحد او مجموعه حقول في جدول واحد او مجموعه جداول. شلون؟ كالاتي. حنفتح هسه مثلا من هنا على جدول الاس، راح افتح جدول الاس بالاس اي دي والاس نيم الستاتس والسيتي. ايش راح اقول له بالكويري؟ راح خلينا نسد الاس ونسد الريليشن شيب، ما نحتاجها بعد. زين، راح اقول له سيلكت، بصف كلمه سيلكت احط اسم الجدول اللي اريد ابحث عنه. فراح اقول له سيلكت الاس اي دي، ولازم احط جمله ثانيه اللي هي جمله الفروم، اللي راح احط بصفها اسم الحقل اللي موجود به الاس اي دي. بهالحاله راح احط الاس، ليش؟ لان الاس اي دي موجوده بالاس. طبعا هي مو بس موجوده بالاس، موجوده بغير جدول همين، بس انا اريدها حيجيب لي اياها من جدول الاس. ومن اجي انفذ من هنا راح تلاحظون يطلع لي هذا نسميه احنا الريكورد سيت، اللي هو ناتج البحث مالتنا. راح يقول لي انه ناتج البحث مالتك اسمه اس اي دي بي اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5. مثلا اذا نجي هنا نفتح جدول الاس، هذا هو جدول الاس، الاس اي دي مالتها بيها هذني البيانات، يعني كانت الاجابه صحيحه. هسه راح نرجع على الاس كيو ال فيو، راح نقول له مثلا اريد استدعي، اريد ابحث عن حقلين، يعني مو عن حقل واحد بس، بجدول الاس. فراح احط فارزه واقول له وياها اريد الاس نيم، واجي انفذ، راح يطلع لي الاس اي دي والاس نيم اللي موجودات بجدول اس. ها هي طريقه البحث سيلكت. هسه اذا اردنا نبحث عن كل محتويات الجدول نحط ستار، اي هاي الستار معناها جيب لي كل شيء موجود بجدول الاس. من اجي انفذ راح يطلع لي جدول الاس نفسه. اذا افتح جدول الاس هي انا، مثل ما تلاحظون هذا جدول يشبه هذا الجدول بالضبط، لانه انا حطيت ستار فجاب لي كل محتويات الجدول. هسه راح نروح على نقدر طبعا نختار ايضا من اكثر من جدول، بس بعد هسه هاي نقدر مثل ما تلاحظون قبل شويه من كتبنا اس نيم، ايش طلع لي؟ طلع لي مكتوب لي فوق اس نيم الريكورد سيت، اسم الريكورد سيت مالتي اسمه اس نيم، على اسم الحقل الاصلي. اذا اردت اغير هذا الاسم استعمل اعاز الاز، اقول له هنا از. طبعا اذا اسويها كابيتال هي عادي تصير سمول، بس انا اسويها كابيتال حتى يعني نفرق بين الاعاز وبين اسم الحقل او اسم الجدول. فاقول له از، اذا كان الاز ورا كلمه از راح انطي اسم للاس نيم، راح اغير اسمه، بعد ما راح يطلع لي اس نيم راح يطلع لي الاسم اللي انا راح احطه. فاذا كان هذا الاسم اللي راح استعمله مكون من كلمه واحده نكتبها مباشره، واذا كان مكون من كلمتين او برموز معينه لازم نستعمل الاقواس المربعه اللي هي سكوير براكت. فهسه انا راح اسميه ذا سبلايرز، فراح احط هذا القوس سكوير براكت واكتب ذا سبلايرز نيمز، اسد الحقل واجي انفذ. مثل ما تلاحظون هنا خل اكبره ثواني، مثل ما تلاحظون سموها ذا سبلايرز نيمز، كان اسمه قبل شويه اس نيم، هسه سواها ذا سبلايرز نيمز. طبعا اقدر اغير اسماء كل الحقول اللي استدعيها مو بس الاس نيم، اقدر يعني اغير اي اسم اريده اني باستعمال اعاز الاز. هذا هو الاعاز اللي نستعمله. زين، خلينا هسه نستدعي الاس نيم، وراح اقول له استدعي لي السيتي المدن از، نحط بين قوسين ذا سيتيز، واسد القوس المربعي ونجي ننفذ، طلع لي سبلايرز نيمز وذا سيتيز، طلع لي المدن اللي هم موجودين بها وسماها ذا سيتيز، ما سماها سيتي، سماها ذا سيتيز. ليش؟ لان انا استعملت اعاز الاز وانطيته اسم المدينه. زين، هسه عندنا مجموعه من الاعازات، مجموعه من البريديكيتس اللي نستعملها ويا اعاز سيلكت. البريديكيتس تنكتب هنا ورا اعاز سيلكت مباشره هنا بالضبط. الاعاز الديفولت الافتراضي هو اول،
من احط كلمه all هنا معناها اجيب لي كل محتويات الحقل هذا اللي راح اختاره، مثلا يعني جيب لي محتويات كل محتويات الاس نيم وكل محتويات السيتي. فما انفذ هسه راح هم يعني يجيب لي كل محتويات الاس نيم وكل محتويات السيتي. زين نلاحظ هنا انا طبعا حتى نشرح غير بروتي كيس لازم اختار غير جدول. هنا جدول الاس بي مثل ما تلاحظون الاس اي دي بي اس 1 اس 1 اس 1 اس 1 6 اس 1 واس 2 ويعني اكو متكررات فراح نشرح عليه. راح هسه اروح واقول له سيلكت، نمسح هاي كلها، سيلكت الاس اي دي فروم اس بي واجي انفذ. راح يطلع لي الاس اي دي اللي موجود بجدول الاس بي، ها هي يعني مثل ما شفتوها قبل شويه بالجدول. زين بس لما تعطون اكو تكرار فلازم الغي التكرار، فاستعمل واحده من البريديكيتس اللي استعملناها قبل شويه. استعملنا اعاز اول وهي قلت لكم هو اعاز افتراضي يعني وجوده مثل عدمه. هسه راح اكتب كلمه ديستنكت. من احط كلمه ديستنكت اي راح يمسح لي المتكررات، حيجيب لي فقط اس 1 واس 2 واس 3 واس 4. اذا لاحظ هنا بجدول الاس بي اكو اس 1 واكو هنا اس 2 واكو اس 3 واكو اس 4 واكو اس 5. زين فذلك هو جابهن بدون تكرار. ها هو اعاز الديستنكت. زين طبعا عندي بريديكيت اخر اللي هو التوب. التوب ينحط ويا رقم، مثلا راح اقول له توب 3 راح يجيب لي اول ثلاثه موجودين عندي بالحقل مالتي. يعني قبل شويه الاس بي مثل ما تلاحظون بها هوايه اسات، فمن قلت له جيب لي التوب 3 راح يجيب لي بس اول ثلاثه. من ادوس بعد جابوا اس 1 اس 1 اس 1. خلينا نسوي توب 3 على غير مكان. حنسوي توب 3 على الاس نيم من حقل الاس. هيجيب لي بس اول ثلاث اسماء، سميث جونز وبلاك. العفو هي بليك انا كاتبها غلط، ماكو مشكله. يعني هو هذا جدول سميث جونز بليك كلارك ادم، جاب لي بس اول ثلاثه هذا وهذا وهذا مثل انا قلت له توب 3. واقدر هميا ما استعمل كلمه بس احط رقم، اقدر استعمل نسبه مئويه. مثلا اقول له جيب لي 40% 40% من الاس نيم. خليني اشرح لكم عليها شويه 40%. نروح هنا على جدول الاس ونفتحها. كم حقل بي؟ بخمس اسماء، فيعني هم كلهم يشكلون 100%. 100 تقسيم 5 راح كل واحد من عندهم ياخذ 20%. فاذا قلت له 40% يعني راح يجيب اول اثنين، اذا قلت له 60% راح يجيب ثلاثه، راح اذا قلت له 80% راح يجيب اربعه، اذا قلت له 100% راح يجيبهم كلهم. زين بس بقت شغله الاخ انه اذا قلت له مثلا جيب لي 41%، يعني انا هسه قلت له 40، اذا قلت له 41% ونفذت راح يجيبهم ثلاثه. ليش؟ لان يعتبر هاي ال 1% ضفتها هي تابعه لل 20% مال الاسم الثالث. إذا قلت له 45% 50% 60% راح يجيب الاسم الثالث. من أقول له فوق 60% راح يجيب الاسم الرابع. مثلا إذا مسحت هنا وقلت له 65%، احنا نعرف إنه 20% مال الأول، 40% يصيرون 2، 60% 3، وال 5% هاي الإضافية راح يصير مال الرابع. فهنا راح يجيب لي أول أربع أسماء. ها هي البريديكيتس الخاصة بالسلكت اللي هي الأول اللي تجيب لي كل شيء كل المحتويات، والديستنك اللي هي تحذف لي الاشياء المتشابهه، والتوب اللي هي تجيب لي اعلى ثلاثه او اعلى اي رقم احنا نختاره. هذا هو فيديو تعريفي وفيديو بسيط عن السلكت وعن الفروم. لحتى نسوي عمليه سيرش لازم نحتاج كفتشي بسيط نحتاج اعاز، يعني اللي هو اعاز السلكت واعاز الفروم. لهنا ينتهي هذا الفيديو، واتمنى استفادته من عنده.